بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر سبتمبر عام 2021 تم وصول 3 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي، ليبلغ إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة حتى تاريخه 53 طنا من لحوم صكوك الأضاحي. وصلت اليوم الدفعة 15 من لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف الفيوم بكمية 4 طن، وبهذا يكون قد وصل إلى المديرية 54 طن إلى الآن من لحوم صكوك الأضاحي. اليوم الأربعاء الموافق 29/9/2021 تستقبل مديرية أوقاف القليوبية اليوم الأربعاء الموافق 29/9/2021 الدفعة 14 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 3 أطنان، وبذلك يصبح إجمالي ما تسلمته المديرية 47 طن. وصلت اليوم الأربعاء 29 من سبتمبر لعام 2021 الدفعة 15 من لحوم صكوك الأضاحي والتي تقدر بأربعة أطنان من اللحوم، ليصل إجمالي ما وصل إلى محافظة البقالية حتى الآن 52 طنا من لحوم صكوك الأضاحي. اليوم الأربعاء الموافق 29/9/2021 وصل إلى مديرية أوقاف المنيا الدفعة 14 وقيمتها 3 أطنان، ووصل إلى مديرية أوقاف المنيا 53 طنا حتى الآن، وكل عام وحضراتكم بخير.